والسلام على سيدنا محمد قائد الدعاة الصادقين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين المكملين الذين ما زالوا لإعلاء كلمة الله غازين ومجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين خيرا فوفقه في كل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. صدق الله العظيم. خدای تعالی قرآن دا سورت شعراء تفسیر کشف امام زمخشری رحمه خدای لیبه دا آیت 43 و 44 و آیت پیویره خدای تعالی بحث مجادله حضرت موسی و فرعون دکه معلوم وقتی گو به هفر مناخشه و مجادله کرنا. قال لهم موسی القوا ما انتم ملقون، معلوم فرعون گو ام پیشی سحرا خو بابیجن حاشا معلومش حضرت موسی جو گو سحرا یا تی بابیجی. اذا حضرت موسی قال لهم فرعون وارو سحر بازی ویره گود گو القوا ما انتم ملقون، گو بابیجن سحرا خو بابیجن او چشتی گو نی بابیجن بی سحرا و چیه اون بابیجن. فألقوا حبالهم وعصيهم، رابو فان سحر باز فرعون آبيت أو بنكيخة ودارخة، وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، وفا سحر بازا قوتن قو بشرفة فرعون بالعزيزتيا فرعون أم إيرو غالب، يعني إيقو غالب درك في أمن وإيقو مغلوب به حاشا حضرت موسى عليه السلام، وبشكلها ناكي رابو واناکی پیشی دست بکن. ایده امام زمخشری خدا جه راضی به الله. تفسیر ابن هر دو آیت آده من سوند که پرمزن بله بی عزتی فرعو اینا لا نحنو الغالبون سا سوند که ده بره تشکید کیو سا تکیه هاتونه یا تحقیق و تاکید و هوتنا امو مهدی يعني أب علامته قو إن شاء الله نحقنا وين مغلوب بل معلومة إنسان نحن نحق زعب دنا بر صندات زعب صندات خن أو علامته نحق يا وايا إيقو حق لي بزعب وعاجز ناكي. أقسموا بعزة فرعون فان سحر بازا صند خوارن بعزيزونا فرعون قو بعزتها بي، وهي من أيمان الجاهلية أبدو زمان جهالته ده بسري مزنخوا بمزني خصوم بخاري. وهذا كله حلف بغير الله، شقاسي قو بغير خدي صون دخن بفيش بي صون دخن، ولا يصيح في الإسلام بكير ناي نسقيها نجا أزاد إسلام دا إلا الحلف بالله آن جق إنسان بخدا صون بخي ياجي معلقا ببعض أسمائه أو صفاته، يعني نكوصي قو خب ناب خدي با وبصفات خدي با خد جرن واصل بخوي جغيري واد اسلام دا بكير ناي قمرت تشكي دي صن بخوي. حتى قال كتب فقه دا باو انسان بغير خدي بتشكي صن بخوي وباور بكي قو صن بيتشد بي دي بي كافر دي بي. يعني قو باور بكي چاوا صن خدي تشد بي بوي تشتي قو بي صن دخوي جي قولو باور بكي قو اوجي صن دا خدا محافظه بکی دی دی کافر دی یعنی ول قطع دی که ایده معلوم اج عادت جهالت یا که قولی که بالله و گم نابی خودی دی سن بخی و الرحمنی صفت خودی و ربی نابی خودی و رب العرشی برب عرش و عزت الله عزت خودی و قدرت الله قدرت خودی و جلال الله بعظمت خودی و عظمت الله بعظمت خودی و گت بنا سن بخی مثلا سون چه نابه الا بفان چه بی بنابه خدا و اسماء و صفات خدا چه بی. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم حدا چی ده به قرآن سون تی خوان نفتن تی خوان اش بگو اوش کلام خدا نابه خدا تی ده تمام قال رسول الله صلی الله علیه و سلم سروا انسانی گو سون دام غی خدا بخون گو بکیر نایی و آج جسود بنابه خودی و بأسماء و صفات خودی چید بی
پیغمبر ما علی صلوات و سلام گوتیا لا تحلفوا بآبائكم بابي خصوم نخن نبي بسري بابي ما ولا بأمهاتكم نبي بسري ديما ولا بالطواغيت ونبي بسري مظن ما سري فوت وسنم ما يعني طواغيت مثلا جمعة طاغوت يا تشقاتشتي قبري انسان خديت قهري منعاي كي جريا خديت كي وبري كي جيت قهري ني جرتي قوتن طاغوت ولا تحلفوا الا بالله ايه هو بقبر بابو اوش اشتا شو اوش حرام لي بسري شيء ولا بسي بسي بلع جايبة يعني نبا ما دفان اشتا انا يعني تبي سزاف القدامي قدير شي بسي قدير نوت دي مارم فلان داري بشيركم ديقا وي بس بكي ولا تحلفوا الا بالله تلي في خمبري مات بسون نخن الا بخدي سون نخن ولا تحلفوا بالله الا وانتم صادقون وسن نخن جيب خدي الا وقتي قوم الراس ده يعني سن خبرنا وجيب خدي قرق براسي ولقد استحسن الناس استحدث الناس بهذا الباب في اسلامهم تبي بيذكرنا انسانا تبي قولي هنادا دين اسلام خدا يعني او اسلام غورغورا خدش كرنا جاهلية نسيت لها الجاهلية الأولى جهالتك ولو شيء كرنا قو جهالتها بيشي بيها تيش بير كرن يعني اوا برج القرابة ايدش بير بيها وذلك شاوا يعني دين يعني اسلام خدا برج شدت لي بيشترا بلي شاوا بيدا كرنا دوي اسلام خدا يعني جوي جهالتا دورا بيشي ودورا هي وقت حضرت نوح عليه السلام وقت قابيل وناكي بأن الواحد منهم يكجو وناكي جواي قد دين يخد فايدة كرنا دبي قونيا صنديدا لو أقسم بأسماء الله كلها وصفاتها لا شيء أقل صنبخي تمام نام خده وصفات خده تبا بسر تشتكي صنبخي لم تقبل منه جي قبول ناك يعني بينا ولم يعتد بها واعتبار جنادته حتى يقسم براس سلطانه حتى نبي بسري سلطان سري ملوك ما بسري فلان كس مثلا جي باور ناكن وقبول ناكن يعني بتمام نابي خدي تمام صفات خدي السر تشتكي سون بخوي انسان جي قبول ناكن اب انسان ايبو دين خدا حالو سون داب غير خدي خسنا عادت وعرفو قلنك شورا واعتبار جناد نيدا حتى بو بسري مظنوا سنخي هما وقت يقو مثلا خدا محافظة بكي قالك انسان انا هناك انسان اولو مظن كرنا مظن كرد لي وادا وتبحسا كي بكي بتشغط نابي خدي بيجي باورناكي تب قرآن يسود خي باورناكي لي وقت تبحسا وي مظني وي بكي تبي تمام بيجي هي قبولتك فإذا أخذ من بكي بلش دوی به قرآن کلام خود بچه دویشه به طلاق جدایی دویشه جنبردان دوی قبول نکه دوی کلام هر فلان زیارت بسری فلان شیخی کن دوی کچوی داری داشت ویدن نار یا العیاد بالله یا کفره یعنی باوریا ویدا گو قوتا وی زیارت حشش خودی بیتره یعنی گو خودی سوی داری دیو زیارت بیتاری بجی یعنی بوه بی باوریا حشش خودی محافظه فإذا أقسم به وقت يقول بسرية سلطان سلطان فتلك عندهم جهد اليمين حقيقة سندي الباوى الأبا التي ليس وراءها حلف لحالف و بش دوير سندك سندخوار و سندي بخنرا باشخج غير ويبيبا أن سندا حقيقي أوا يعني يقول بسرية مظنة وان سندخوار بسرية وي سروكي وان سندخوار أن سندا حقيقي الباوى الأوا فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقى موسى عصاه حزت موسى جي عصاي خو عبيد فإذا هي تلقف ما إذا قوي عصاي تلقف يعني تشها تبري وكو مثلا زي بجم بلعن يعني خصنا نابا خدا ما يأفكون شتي قول بيشي عيبو شتي بيشي عيبو زمد كر وخصنا نابا خدا بلعن فألقي السحرة ساجدين دبي وقت يقو فان سحر بازي فرعون ديتن قو عصاي حزتي موسى
تمامي وي سحرا قو شي كريبون آبتن أورتي ومثلا تفولو قرباندن بلعندن وخوارن فألقي السحرة ساجدين أفسحر باس رابون چونه سجده يعني فألقيا آنيا جبوغو فألقو فألقيا ببنى موافقه هبتو جبولو واني نخصا معناوي يعني خربو السحرة ساجدين يعني وان ساجدة مثلا سريع قطعنا عمي بلي چونه سجده يعني مانا خروا وسقطوا بلي قالوا آمنا برب العالمين بچونا سجده قوتن قو ما إيمان بربي عالمي آنيا أوي قو ربي عالمي يا خدي كري عالمي يا عالم شتنبوني آنيا هبوني وإدارة عالمي دستي ويدايا قو الله وربي موسى وهارون قو أو ربي موسى وهارون ما إيمان قوي ربي آنيا معلومة جبري با مجادلان سر حاكميتي يعني هناك إنسان قوتنا حكمي خدي أم قبول دكت هناك انسان عجيب وتم حكم انسان قبول دكن مجادله ومناقشه سر ويبويا اذا جبوي حزتي موسى دعوته وبار الله بدكن و الله رب العالمين بو واجد قونا حاشا فرعون ربا واجد دعوه حزتي موسى بار ويبدكن قوشمت انكارتك بشتي بي معجزاها مظن بو خداي تعالى دا حزتي موسى وعصاي بي بو مار بو زهاي مارا وچقا او سحرا بو ماري بو بسحري چه كريمون وكتنا بكيشيا ويدا خوار بلعندن رابو باناكي چون سجده وقوتن ما ايمان بربي عالمي آني او ربي عالمي بو ربي موسى وهارون بو ربي حزت موسى وهارون ما يأفيكونا يعني ما يقبلونه عن وجهه چشته بو كتا مقابلة روي ويدا يوي عزم ماري حزتي موسى يقلبونه يقبلونه وين يقلبونه ما لا تابا ولم يرشكم ما يقلبونه جيرانا منينة چهد بحمد ما يقلبونه عن وجهه تشته بو البيان بيشيا ويتقلبين وحقيقته بسحرهم وكيدهم وبحقيقته ويعصاي بالسحرة وانا وبيلانا واقو چه كربون وقو كتنا فيشيا عصاي يعني او ماري قو مثلا بعصاي حزتي موسى بو بو مار چشتي قو كتنا فيشيا ويدا ربو مثلا زي بجم لواخ خص خوار ويزورونه وچشتي قو واناكي السحر چه كربون وفيخيلون في حبالهم وعصيهم قو خيال چه تكرن دواء بيتنا بنكي خوا ومسوا عصاي عصاي قتابت داري خوا انها حياة تسعى دقو ماري قد مشين بالتمويه على الناظرين والقاشي انساني قد ميزا عندنا عيني ولو شكل جيد كرن ومسا زي بجم او بنكي قتابتنا عردي او ماري او عصاي قتابتنا عردي قد بونا مار قد مشين لبرجع بي انسانا الو ملعب كريم الو بلي ازولام يعني من اواجه فهم كر نظام مراجعه فهم كريه يعني فألقى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يفكونه يعني داد بالعاد او تشتك وان ما يفكونه يعني وان تشتك سحر بازا وان حقيقه وان دو غارتا يعني سحر اولرق وان نشان ددا بو قلب اندو وان مثلا و بو یخ مو یخ دکره لبرچعب انسان رنگ وان ده قلبی مثلا قلبات بو دار بو بو نمار برچعب انسان بو بو نمار آبی گوپال موسا تلقفو ما یفی کونه یعنی وان ما یفی کونه عبارت جوان سحر وان اوان سحر تبا داد بالعاند بله بسم الله کرم یاجی او ایفکهم یاجی وی ایفکهم دوی فراوا بو مثلا بما يقلبونه إشارتك كما ما موصولة ضمير موصولة محذوفة كوية يجي راسنا شو أو جارك يا واد بيجا أو إفكهم إجا إشارتي باركو ما هي مصدرية بلي بلي وابد أو إفكهم إجا يعني أو برا وان ما لما إفك وكذب إفك كذبه دهاقة بيحترا يعني هم إفتراي وهم ضروة بلي سمى تلك الأشياء إفكان مبالغة هذا نابدان جبان تشتي وارا قد خدايت على قو إفك أم مبالغة يعني قو زحفرة
یعنی چونکی نگر چک دا نشان دانه ها تشتکی وسه حیالی چید کرن ایدبو و کافر یعنی ها لو ماک خدای کولا بود ایفو برو نه روی انهم دبیهاتی روایت کن گو انهم واسح البازا قالو گوتن وإن يكو ما جاء به موسى سحرا فلن يغلبه وأجر نفس موسى عليه السلام سحر بيني بلي سيدا قبل بيت دري بقول شوا إفكام وشو شوا معنا داي سما تلك الأشياء يمكن مبالغة فيها سيدا ها سيدا أو ما يأفكون ما يقلبونه أو شغل ما موصولة موصولة أو إفكه ما مصدريا ايه سمع تلك الاشياء افكا مبالغه تمام ايه يعني شو ازونام يعني بان تشتك وان سحرك او تشتكن يعني او الباقه ده يعني وده وان فرد حسبينه شو ما فرن يعني بريك وصا بري وصا يعني شي دكن 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 بنا وكا فرنك وفرن يعني ها مبالغه ده او كمان ده يا يعني اصل ده إيفك معناه إجابنا أشياء قايدش قبيلة زيد عدل يعني زيد عادلة إجابة قريمة بالغية دبين عدلة أبناجي مأف يعني إيف أو مصدرة أو معناه إجابنا تشتري كل برد شعبانة دمك جم بالغيرة إن قط خدا قطية إيف كوان يقصى إيف مأفك وان ها يعني إفتراي وان مأفوك وان مأفوك 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 بلي مأفوكهم بالإفك وسمى مأفوكهم بالإفك مبالغة عين وسا كرمك يا سيدة كرمك روي أنهم سحر بازا قالوا قوتن إن يكون ما جاء به موسى سحرا فلن يغلبه وأجر وأكشتقوا موسى بسحره يعني بشخص زورا منابي يعني غالب ناي أمي غالب ولا وإن يكون من عند الله اگر گو افت شده تینش طرف خدا ببی فلن یخفا علینا شخص سرموی نوش آتی بی امی فیم کن فلما قذف عصاهو دبی وقتی حضرت موسی مثل عصای خو آبی فتلقفت بعجل نکرنکی بو زهاکی مارا و عجل کر ما اتو بیه او چشتی گوان آنی بو هجومی وان کر و بعجل قرباندن بلاندن علمو وان سحر بازا فيم كير انه من علم الله واب اشترف خديبه ابن السحر فامنوا ربوا سحر بازا ايمان بحزتي موسى برب حزتي موسى علي وعن عكرمه عكرمه قوتيا اصبحوا سحره وامسوا شهداء صبيرا قران سحر باز عبادي قريان شهيد يعني سرس به سحر بازهم جبوا سحرتشون وعبادي إيمانانين بون شهيد وإنما عبر به عن الخرور بالإلقاء وإنما عبر به أنت خاتي أعتبار كرم بفي أو أبو مثلا زي بجم هذا سيد هذا أوي به جي باب شاعي بلا رص وإنما عبر عن الخرور بالإلقاء عن خبرته عبر به عن الخرور بالإلقاء شما بلي شما؟ وإنما عبر عن الخرور بالإلقاء أنجا اختي يعني اعتبار كرن الخرور وقابلتها بالإلقاء يعني كش خرور بالإلقاء هاتي اعتبار كرن لأنه ذكر مع الإلقاءات شنكو بتشن لقابونا فألقى بوسا ومفألقي السحركو جبو قد قال وان هاتي ذكر كرن جبو ويكي جلقاوج خرور رغوتي القاء وفسلك به طريق المشاكلة مثلا مشيها يتيد في كثير يا مشاكلة وجبو ببن وكو هفدو مثلا فألقى ألقيا بنا مجهولانيا يعني بشترف خدابة يا إيمان وان مثلا وكريا جبو قد موافق ألقى بشيبه وفيه أيضا ودفيدة دي سهية مع مراعاة المشاكلة تكر رعايتها قوكو هبل يعني فألقاه فألقيا وكو هبدو بهم أنهم حين رأوا ما رأوا قفا سحر بازا وقتي قديتن شتي قديتن لم يتمالكوا سيدا 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 بلد
سيدة كلام وقولك وإنما عبر به هاتي اعتبار كرن لا اعتبار تعبير تعبير يعني هذا سيدة وإنما عبر به شيء وإنما عبر يعني اعتبار لنا إنما عبر ثم أنجا هاتي تمام به تنا به بيل القاي عبير التعبير تعبيرات يا استعمال كنا بالقاي لا خبر بهاتيات بيجبو مشاكلية ما بديش يعني بالقاء التعبيرات يا دايم جبر خروري يعني شو نك خرب إذا إلقاء قوتي تعبيرة إلقاء استعمال كنا نسي اعتبار هاتي كنا اعتبار لنا يعني إن اعتي يعني وقوك وهمت انقلبش دلاوي تعبير إلقاء هاتي شبر خروري بلي بأنهم حين رأوا ما رأوا بأب سحر باز وقت يقول ديتن شتيقو ديتن مثلا بو عصاي حضرت موسى عليه السلام بو زهاي ما رأى وبعجل كرني أو سحر أو ماري بسحري شي كربون قربان ده لم يتمالكوا فنقرت أن رموا بأنفسهم إلى الأرض ساجدين قو خوابت بالنفس خوب بار عربة تونة سجدين هو إيدا كأنهم أخذوا هر وكي هاتن كرتن فطرحوا طرحا وهاتنا آبيتن بآبيتنا كسا عردي يعني يقولوا عجلة جهدة وهجومي عردي كرن شو سجدبو فإن قلت فاعل الإلقاء ما هو لو صرح به تبي أقل قلت بيجي كيولو كر فاعلي ويكيا إيه إلقاء ما صرح به تبي صراحة ناتي قلتن فاعلي ويكيا قلت هو الله عز وجل بما خوله من التوفيق أما بيجن فعلي بنا خدا جل جلاله بما خوله من التوفيق أو ما يقول توفيق ودايا توفيق جعل الله في العباد موافقا لما يحبه ويرضاه وخدا تعالى توفيق إنسان دي يعني فعل إنسان دخي موافق وتشتيب وخدي جحزك وبرازي أو إيمانهم يا شيء أمي بيجن فعلي القاي إيمانا وابو وإيمانا وا أو آهج أو كي عردي كرقو سنة سجدي أو ما عاينوا من المعجزة الباهرة يا شيء ما عاينوا أو ما يقولوا شكرا البرج عباديت من المعجزة الباهرة أو معجزة شكرا ومثلا عصاي حزتي موسى البرج عبي واداربو وقتها آبيت عردي بو زهاي مارا وتمامي وان ماري قب سحري شي كربون قربان دن او نابو فعليوي ولك ان لا تقدر فاعلا واشترى جهايا قلت فعلي جي تقدير نكي يعني نا تبيجي خدايا يا جي ايمانا وايا يا جي او معجزايا شما لان القو بمعنى خروا وسقطوا شو القو معنى تيا معنى قوطوية نعرده وكت نعرده وشو نسجده ربي موسى وهارون قوتن ما إيمان آنية برب العالمين قوبجا ربي موسى وهارون عطف بيان لرب العالمين أب ربي موسى وهارون عطف بيان رب العالمين با لأن فرعون لعنة الله عليه شنكو فرعون لعنة أخذيه ليبي كان يدعي الربوبية ودعوة ربي تيتكد وأنا ربكم الأعلى حاشا ج قومي خلد قر أز ربي وي أعلى أزم إبلد فأرادوا أن يعزلوه إذا خصت القوي شبكن ويعزلكن يعني قو أم نا إيمان بربي تياتا تينن أم إيمان بربي موسى وهارون تينن ومعنى إضافته إليهما ومعنى قو إضافة كليا مثلا قوتي ربي موسى وهارون إضافة بالوابة كليا في ذلك المقامي دفين مثلا آية هذا أنه الذي يدعو إليه هذان إيقو دعوة وانت بار رب العالمين وكيو كيبون حزتي موسى وهارون بون والذي أجرى على أيديهما ما أجرى وأو تشتي قو تشيبوية لسر دستي وان أو ما يقو تشيبوية أنه الذي يدعو إليه هذان كيو
حضرتك موسى وحضرتك هارون قاضي بتكون قضايا وحضرتك الذي اجرى او قضايا اجراك على ايدي ماما اجرى يعني واو الويد نينا يعني الضمير عزيب بلا الله هي واو هي والذي اجرى على ايديهما بما اجرى انه الذي يدعو سيدا انه الذي يدعو وانه الذي اجرى على ايديهما عطوا سبيل الفعل يعني او خداي يقول دايا كرن اجرى كرن بيكاني لسر دستي حزتي موسى وهارون او ما يقول معجزي يقول دانا وان ومسا التوفيق ودايا وقول السبب ايمان انينا بني اسرائيليه ويابهم ايلا فرعون قبطيه قال آمنتم له قبل أن آذن لكم وقت قفان سحرباز فرعون بإذن فرعون إيمان بحزتي موسى وهارون رب العالمين آنين إذا معلومة قال آمنتم له وهو إيمان موسى راني قبل أن آذن لكم بل يقوى أزنا وبدل يعني مهي إذنا وندايا وبإذن إيمان آني إنه لكبيركم الذي علمكم السحر أبا موسى يا او مظنه ويقو ونهيني السحر يكرنا إذا أشكرك بسيدة إنه دميرا هو راجب النفس خوفات كثير من الفندا أز أويكو أوهانما بلي إنه يعني فرعون في أزم ناسيدة نا سيدة شو صاحب حزتي موسى يعني با حزتي موسى سحرة طابي سحر بازي ويقو آمنتم له كيف يا سيدة قال آمنتم له أبيك فرعون أبي زمان قال آمنت له قبل أن آذن لكم إبت إجم ربدو إن أوي ميري يعني بأسد بي لكبيركم الذي علمكم السحر ألا سوف تعلمون لأوقت عن نبي تبقى بردنا فرعون أفندي تمام إنه سيدة عزتي موسى سيدة عزتي موسى يتيانش بيانش يفعمك يا نفرعون يعني أبيا مظنة وي السحر بازتية لوما ورابو بي إيمان آنيا وكان خناك بي جبوكو بي إزناوي إيمان آني يعني فا أز حياة مجي حياة نقو أز بي خبرم جبوكو موسى سحر بازي وي مظنة وجي ترابو شو نوكو وي إيمان بي آني أوصى يا يعني بوي شكلي يعني جبوكو خو حق ليدك يا يعني بايا مثلا ديسا خبرها مجي حياة دقیقی اگر وقت سیده من موسا وقت سیده من ویسی به شما ده به اینه او گره بیشه اینا اینی لکبیرو کم الذی اوه شما به اینه او بلی کرم که فلسوف تعلمون ونهی بزن بین به ازی چی بین مسئله و لو قطعن ایدیکم و ارجلکم من خلافن ازي قطبكم دستي و وبي و چپراس ولا اصلبنكم اجمعين ازي و تشقلي الدار خرماده بچكي يعني معلم دار تشكان دار ديدا سري و توش كرن و جالس كي و بليتا كل كو بيشتاوار اتا ازي مال قازو قاهم قازو كدا انا بكلمه كدا انا انسان معناتكن فقط دقت بكن انه لكبيركم الذي علمكم الشعر يعني كوا فرعون جي موسى رد بي يعني شف هرباد رد بكم موسى مصنيويك على السحر اظن بل نجو انه لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم بالسحر شو بل قلت بلوت شو ما دقيقه درس ما ماي ريسك برا بقدر مثلا دقيقه برا بقدر في ريسك قدم باش اللي بنا كلام كمان عم كريم قدينه بل تمام فلسوف تعلمون اي وبال ما فعلتم يعني ما ناونه هي بزنبن يعني ونه جزاي فيتشتي جوا كليه جوا إيمان آنيا بموسى ورب رب العالمين آنيا ورب موسى وهارون ونه بزنبن أزي شو عذابي شو بال وشو جزاي بدمه تمام شو رسالة أبد أصابكم الله خيرا كثيرا صلى الله على سيدنا محمد وعلى